منهج السادس الإعدادي، الوحدة الثالثة من 3، الدرس الرابع، لسن 4، Reported Speech، الكلام المنقول. نقصد بالكلام المنقول شخص يتكلم كلام شخص ثاني ينقله. فطبيعي من ينقل كلام مباشر قال شخص ينقله شخص ثاني، فراح يصير تغيير. أول تغيير يصير بالصيغة الزمنية للأفعال. فإذا كان الكلام المباشر الفعل به مضارع بسيط مثل فعل help، فبنتحول إلى كلام منقول، تحول إلى ماضي بسيط، مضارع البسيط تحول إلى ماضي بسيط، مثل إذا كان فعل help يتحول إلى helped. إذا كان كلام المباشر مضارع مستمر present continuous مثل is writing are writing، بنتحول إلى الكلام المنقول يتغير زمن الفعل إلى ماضي مستمر was writing were writing، استخدام الwas ويا الI والhe والshe والit، where ويا باقي الضمائر. إذا كان present perfect مضارع تام الكلام المباشر مثلا have lost has lost، يتحول بالكلام المنقول إلى ماضي مستمر، ماضي تام. الماضي تام يتكون من had والتصريف الثالث للفعل. إذا كان الكلام المباشر ماضي بسيط past simple مثلا worked، يتحول إلى كلام غير مباشر، يتحول الماضي البسيط إلى ماضي تام had worked. ماضي مستمر was working يتحول بالكلام المنقول إلى ماضي تام مستمر had been working. إذا عدنا بالكلام المباشر استخدام will can أو may، فتتحول إلى would could might. وأيضا من الأشياء اللي تتغير من الكلام المباشر إلى الكلام المنقول هي الضمائر. شخص قاعد يتحدث عن نفسه يقول آي، أنت من تنقل كلامي تستخدم الضمير ليشير هو للشخص المتكلم، هو يقول عن نفسه آي، أنت تستخدم هي إذا كان مذكر أو شي إذا كان مؤنث، فالآي تتغير بالكلام المنقول إلى هي شي حسب السياق. مي الضمير المفعول يتحول إلى هم ها، شخص مثلا قاعد يتكلم عن نفسه انت من تنقل كلام اكيد انت راح تغير الضمائر قاعد تحكي عنه. ماي هيز هير تتحول ماي، تتحول هيز هيرز، وي تتحول الى ذي، اشخاص قاعد يتكلمون عن نفسهم وي، انا من انقل كلامهم احكي عنهم اقول ذي. اس تحول الى ذم، اور تتحول الى ذا، اورز تحول الى ذيرز. يو شخص قاعد يخاطبك انت، فمن تنقل كلامه تحول انت اليو الى اي، اذا قاعد خاطب غيرك خاطب شخص مذكر او مؤنث تتغير الى هي شي على السياق تعتمد، او قد تتغير الى ذي، في اليو تتغير الى اي او هي او شي او ذي حسب السياق حسب الضمير اللي يأتي بعد الفعل asked. قول مثلا هي asked يو، هو سألك، تتغير الضمائر على هالأساس، فأنت من تنقل كلمة تقول I. Your تتحول إلى my his her the على حسب السياق. Yours تتحول إلى mine his hers theirs حسب السياق. وسنشوف من خلال الأمثلة يوضح هذا الشرح. Examples أمثلة. He said هو قال I go to my class every day، هو قاعد يتحدث عن نفسه ويقول أنا أذهب إلى صفي كل يوم. الفعل go هنا مضارع بسيط، وعندنا الضمير ماي قاعد التملك يشير للمتكلم نفسه، هو قاعد يحكي عن نفسه، والآي كذلك. He said that أول شيء نضيف الأداة that بالكلام غير منقول، الأداة that نضيفه. He said هو قال that بأن he قاعد يحكي عنه هو، وقاعد يحكي عن نفسه يقول آي، فتتحول الآي إلى he لأن إحنا قاعد ننقل كلامه هو. He قاعد تتحول إلى ماضي بسيط went to، الماي تتحول إلى his class every day. Two he said I don't go to my class every day، هو يحكي عن نفسه يقول I don't go to my class every day. He said that هو قاعد يحكي عن نفسه I، في الآي تتحول إلى he. Don't go مضارع بسيط لكن منفي، شلون نحوله إلى ماضي بسيط؟ شلون شكل النفي بالماضي البسيط؟ النفي بالماضي البسيط نستخدم فعل مساعد did، ومن نستخدم did بعدين not
والفعل يكون مجرد، فعل مجرد. He didn't go to his class every day. تحولت الماي إلى his، يعني نحكي عنه. 3. He said I'm learning English. هنا عندنا الفعل مضارع مستمر. He said that، نحكي عن نفسه، يقول I، تحول الـ I إلى he. I'm learning تتحول إلى ماضي مستمر. مش شنو يتكون الماضي المستمر؟ was زائد الفعل ing. He was learning English. 4. He said، هو قال I'm not learning English. هنا أيضا مضارع مستمر لكن منفي. He said that he، نحكي عنه، wasn't نفي، was يتبع not learning English. He said I have studied English. هنا الكلام المباشر مضارع تام، have studied. He said that، نحكي عنه، he يتحول المضارع التام إلى ماضي تام، had studied English. He said I haven't studied English. هنا من فيه. He said that he hadn't studied English. He said I wrote a letter to my brother. هنا الكلام المباشر ماضي بسيط. He said that في الماضي البسيط تحول إلى ماضي تام. He said that حكي عنه. He wrote تتحول، شلون تحول الفعل الزمن الماضي البسيط إلى ماضي تام؟ نحتاج الفعل المساعد had، وراح تصريف الذات للفعل. فعل write تصريف الثالث written. He had written a letter to his brother. ما تتحول إلى his. He said هو قال I didn't write a letter to my brother. هنا أنا ماضي بسيط لكن منفي. تنتبهون بأن الماضي البسيط ننفي بالدد بعدها النوت ووراها الفعل يرجع مجرد. He said that كلام غير الكلام المنقول. I تتحول إلى he. الماضي البسيط تتحول إلى ماضي تام. Hadn't written a letter to his brother. She said I will travel tomorrow. هنا مستقبل. She said that، شوف هي قاعد تتكلم مؤنث، فالآي هنا تتحول إلى شيء على حسب السياق، تحول إلى شيء حسب السياق. That she will تتحول إلى would. Travel the next day. tomorrow حولناها من الكلام منقول إلى next day، اليوم المقبل. She said I won't، هنا منفي معناها will not travel tomorrow. She said that she wouldn't travel the next day. She said I can speak German. هنا استخدام الكان. She said that she could speak German. تبهون الضمائر على حسب السياق، من المتكلم وكلامه قاعد يوجهه، إن من قاعد يتحدث عن نفسه، قاعد يوجه مخاطب أو شخص ثالث، تمد على السياق. She said I can't speak German. She said that she couldn't speak German. بالمثبت she could speak German، بالمنفي she couldn't speak German. She said I may be able to go. ربما أكون قادر على الذهاب. She said that، تتحدث عن نفسها، she may تتحول إلى might be able to go. She said I may not be able to go. She said that she might not be able to go. She said I have breakfast at 7 o'clock. هنا I have هنا مضارع بسيط تتحول إلى ماضي بسيط. She said that she had breakfast at 7 o'clock. تنتبهون هنا عندنا have اللي هي الفعل المساعد، نستخدمه بالمضارع بالمضارع التام، has will he والshe والit، وعندنا have اللي هو فعل رئيسي يختلف عن الفعل المساعد، هذا فعل رئيسي. هنا عندنا مضارع بسيط الهاف فحولناه بالماضي البسيط إلى had. She had breakfast at 7 o'clock. She said I had breakfast at 7 o'clock. هنا هي قالت بأنها تناولت فطورها الساعة 7، وتحكي عن نفسها تقول I. She said that، الآي تتحول إلى شي تحكي عن نفسها. إذن عندنا had هنا فعل رئيسي وماضي بسيط، شلون حوله إلى ماضي تام؟ ماضي تام نحتاج الفعل المساعد had والتصريف الذات للفعل. حطيناها الهاد، الهاد الأولى she had، هاي فعل مساعد بالماضي التام. عندنا الفعل had الماضي البسيط وهذا فعل رئيسي، شنو تصريف الثالث؟ تصريف الثالث had، لذلك صارت عندك بالجملة اثنين had. she had had الأولى فعل مساعد والثاني تصريف الثالث للفعل الرئيسي have. A breakfast at 7 o'clock. He said I don't have a breakfast at 7 o'clock. هو قال أنا لا تناول فطوري الساعة 7.
He said that. He مضارع بسيط تحول إلى ماضي بسيط. Didn't have breakfast at 7 o'clock. شوف هنا الهاف هنا فعل رئيسي. He said I didn't have breakfast at 7 o'clock. هنا منفية ماضي بسيط ومنفي. He said that. He حولها إلى ماضي تام ومنفي. Hadn't had. ليش عندنا had اثنين؟ واحدة فعل مساعد والثانية تصريف الثالث للفعل الرئيسي have. Breakfast at 7 o'clock. He said I bring my book every day. He said that. Bring مضارع بسيط تحول إلى ماضي بسيط. He brought his book every day. She said هي قالت the book on the desk is mine. تقول الكتاب على هي تقول الكتاب على الرحلة لي. إنها ما ترجع عليها من عليها هي شيء. She said that the book on the desk تحولنا الفعل وين هو الفعل؟ is مضارع بسيط حولناه إلى was. هنا is جاي فعل رئيسي بالجملة. was والما شتى تحول has. They said we bring our books every day. يتكلمون عن نفسهم. إحنا ننقل كلامهم. They said that they bring تتحول إلى brought their books every day. They said هما قالوا the books on the desk are ours. قالوا الكتب على الرحلة لنا. They said that the books on the desk ناعدكم الـ R فعل رئيسي مضارع بسيط تتحول إلى ماضي بسيط شلون شكلها were. Ours تتحول إلى theirs. They said to me قالوا لي أو ممكن يجيك السؤال told me أيضا معناها قالوا لي your book is on the table. قاعد شنو وياي إذا your ترجع علي من علي أنا. They said to me قالوا لي أو تقول they told me that بأنه your ترجع علي من علي أنا. My book is مضارع بسيط تتحول إلى ماضي بسيط was on the table. They said to Jack قالوا Jack أو told Jack your book is on the table. هنا قاعد شنو يا جاك مو قاعد شنو وياي اذا يور ترجع علي من ترجع على جاك. They said to Jack that his book was on the table. فالضمائر تعتمد على السياق تنتبه وشوف شنو من هو المخاطب. الضمائر تشير لمن لاي شخص الك تشير شخص ثالث مفرد جمع مؤنث مذكر. They said to me or told me your book was on the table. They said to me that my book شوفوا هنا أنا. الفعل الرئيسي was ماضي بسيط نحوله لازم إلى ماضي تام. الماضي تام مش نحتاج فعل مساعد had وراء التصريف الثالث للفعل. هنا عندنا يا فعل was شنو هو الشكل المجرد إليه be be فعل be يكون هذا أصلا. شو التصريف الثالث للفعل be been had been on the table. سعد said Mary is writing a letter. سعد said that Mary was writing a letter. Is writing تحول إلى was writing. Jack said I was writing a letter. Jack تحدث عن نفسه. Jack said that he was writing ماضي مستمر. شو تتحول إلى ماضي تام مستمر. He had been writing a letter. My mother said قالت أمي your aunt will travel abroad. عمتك ستسافر تحكي وياي أنا. They said my mother said that my aunt عمتي would travel abroad ستسافر إلى الخارج. Mary said to me قالت لي Mary you can study English in Britain. يمكن أن تدرس الإنجليزية في بريطانيا. Mary said to me قالت لي that I قاعد تحكي وياي اليو تحولت إلى I كانت تتحول إلى could study English in Britain. The teacher said المدرس قال to me you may go out يمكنك أن تخرج. The teacher said to me that I might go out. المخاطب أنا. Reported speech. الكلام المنقول. Yes, no questions. مع أسئلة تتطلب جواب نعم أو لا. Yes, no questions. أسئلة تتطلب جواب. Yes, no. Yes, no questions. الأسئلة سؤال والمطلوب من الشخص نسأل أن يجاوب نعم أو لا. هذه يسموها yes, no questions. والأسئلة yes no questions باللغة الإنجليزية تبدي بالفعل المساعد وبعدين وراها الفاعل وبعدين الفعل الرئيسي. وإذا الفعل الرئيسي هو be الفعل be فهو أيضا نسأل be is was where يبدي بالبداية وبعدين وراء الفاعل. شون يكون شكله بالكلام المنقول؟ in reported question we do not use the question form of the verb. بالكلام المنقول راح نغير شكل الاستفهام. الاستفهام العادي نبدي بالفعل المساعد والفاعل وبعدين الفعل. هنا راح يتغير شكل السؤال.
We use if or whether for reported yes no questions. وإذا عندنا أسئلة تتطلب جواب نعم أو لا فنستخدم إحنا بدل الذات، بدل الذات he said that، ما نقول he said that، شو نقول؟ نستخدم الإف أو الوذا. إذا كان الكلام المنقول بصيغة سؤال يتطلب جواب نعم أو لا نستخدم إف أو وذا بدل الذات. شوف هنا he asked me، هنا هنا ما راح أقول لك he said، هنا سأله، هو سأله he asked me، سألني is Charles your brother. شوف هنا is نسأل بيها وراها الفاعل is Charles your brother، هل Charles أخوك، وهنا is فعل رئيسي لكن الverb to be نستخدمها بالاستفهام كأنها فعل مساعد. He asked me، هو سألني، يا أما نستخدم if يا أما وذا كيفنا، وبعدين نغير شكل الاستفهام، الاستفهام يبدي بالفعل المساعد بعدين الفاعل، لا احنا هنا نبدي بالفاعل ورا الاف أو وذا. Charles الفعل is حوله إلى ماضي بسيط was my brother. He asked me، هو سألني did John have many friends. شوف هنا الاستفهام بالdid، إذا الفعل شنو هو؟ ماضي بسيط did ورا الفاعل John ورا الفعل مجرد have many friends. he asked me، هو سألني if أو وذا كيف نش نستخدم if أو وذا بعدين وراها الفاعل نغير شكل الاستفهام John، وروح نشوف الفعل شنو هو. عندنا هنا did have معناها الفعل ماضي بسيط فنحوله إلى فعل ماضي بسيط فنحوله إلى ماضي تام. John had had many friends. he asked me، هو سألني can Henry speak Spanish، هل يستطيع هنري التحدث بالإسبانية؟ سألني. He asked me if أو whether. الفاعل هنري كانت تتحول إلى could speak Spanish. He asked me، هو سألني can you speak Spanish؟ سألني أنا. He asked me if أو whether I، هنا ترجع علي، could speak Spanish. He asked me will you help me، هل ستساعدني؟ He asked me if، هنا اللي ترجع علي من علي أنا، الفاعل أحطه I، الول تتحول إلى would help him والمي تتحول إلى him. She asked me has Henry spent all the money. has spent هنا أنا مضارع تام. he asked me if أو whether، واحدة من عندهم تكتبها مو الثنين. الفاعل Mary، الفاعل عندي has spent تتحول إلى had spent all the money. he asked me is Henry really working hard، وسألني هل هنري يعمل بجد حقا؟ هنا مضارع مستمر. He asked me if أو وذا، تكتب واحدة من عندهم. الفاعل هنري is working، is really working، was really working hard. He asked me do you know Mr. Brown. He asked me if أو وذا I احكي وياي. do know هنا أنا مضارع بسيط تحول إلى ماضي بسيط، know ماضي بسيط knew Mr. Brown. he asked does Pedro speak English، هو سأل. he asked if whether الفاعل Pedro does speak، هاي مضارع بسيط تتحول إلى ماضي بسيط spoke English. يعني هنا الأفعال المساعدة نستخدم بالاستفهام تنحذف تتغير، يتغير شكلها أو يتغير موقعها أو تنحذف. he asked did you see George at the football. did هنا عندنا ماضي بسيط at the football match، هل شاهدت جورج في مباراة كرة القدم. he asked if أو whether الفاعل من هو I، ماضي بسيط شلون حوله إلى ماضي تام. الفعل الرئيسي see، had seen George at the football match. he asked did they all do the exercise correctly، هل قاموا بالتمرين بشكل صحيح. did ماضي بسيط والفعل الرئيسي شنو هو do. انتبه احنا عندنا فعل المساعد do واشكاله تتغير does وdid. do وdoes نستخدمه بالنفي والاستفهام مع المضارع البسيط، وdid نستخدمه للنفي والاستفهام مع الماضي البسيط، لكن عندنا فعل رئيسي هو do معناها يفعل يعمل. شلون have، have قد تكون هي فعل مساعد وقد تكون فعل رئيسي. هنا عندنا do هذا فعل رئيسي، do الثانيه ليش عندنا هنا did do do. did هاي فعل مساعد، do فعل رئيسي. he asked if أو whether they، هنا أنا ماضي بسيط تحول إلى ماضي تام. they had all done، شوف had done exercise correctly، تصريف الثالث للفعل do، do done. are you okay he asked me، he asked me سألني هل أنت بخير. he asked me if، أيضا نقدر نقول whether
احكي وياي اذا نيو اي الفعل ار يتحول واز. اوكي كان اي بورو سم ماني ليلى اسك مي سالت لي ليلى هل استطيع ان استدين بعض النقود ليلى اسكت مي اف شي تحكي لي عن نفسها اي تحول الى شي كان تحول الى كود بورو سم ماني هاف يو ايفر هاد ا سكيري اكسبيرينس هل مرت عليك تجربه مخيفه she asked me if I يرجع علي have had هذا هو الفعل بالجملة واللي هو ما مضارع تام تحول إلى ماضي تام if I had ever had هذا الأولى فعل مساعد هذا الثاني فعل رئيسي a scary experience does your father work in the factory هل يعمل أبوك في المعمل I asked him سألته I asked him if أنا قاعد أحكي وياه أنا قاعد أخاطبه his father مضارع الفعل بسيط تحول إلى ماضي بسيط worked in the factory do you still like the job هل لازلت تحب العمل I asked my father سألت أبوي I asked my father if he still liked the job did you have fun هل تمتعت she asked yes سألت she asked if I شوف هنا have فعل رئيسي وزمنه ماضي بسيط شلون عرفنا هنا عندنا did ماضي بسيط تحول إلى ماضي تام if I had هاي فعل مساعد بالماضي التام والهاد الثانية had هي الفعل الرئيسي التصريف الثالث الفعل have fun will you be able to come to my party هل تستطيع أن تحضر إلى حفلتي I asked ليلى أنا سألت ليلى فاليو ترجع علي من على ليلى I asked ليلى if she will تتحول إلى would فعل الرئيسي وراها be able to come to my party did you do your homework هل قمت بواجبك؟ شوف هنا do يعمل يفعل هي فعل رئيسي. I asked her if طبعا نقدر نستخدم ايضا whether she قاعد احكي انا وياها had done الماضي البسيط تحول لماضي تام had done her work homework her homework is the red jacket okay for you؟ هل السترة الحمراء مناسبة لك؟ The shop assistant asked الباع سأل The shop assistant asked me سألني If the red jacket الاس تتحول إلى Was okay for me